السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا النهاردة جايب لكم موقع 3-in-1. الموقع ده بيكسب بالروبل، موقع من المواقع الجميلة جدا ومربحة. في كذا طريقة لكسب المال، منها الضغط على الإعلانات ومشاهدة الفيديو والمهام. دي واجهة الموقع زي ما انتم شايفين. الموقع ده روسي، احنا هنترجمه بالعربي. طريقة تسجيل في الموقع زي ما انتم شايفين، هنا هتحط الاسم، هنا الايميل، هنا الباسورد، اعادة الباسورد بتكتب هنا، بتنقل الكلام ده في الحتة دي هنا، وبعد كده ايه بتكتب تحقق وتخش ايه على الموقع عادي. هخش انا على الموقع عشان مسجل فيه. ادي الموقع بعد ما فتح زي ما انتوا شايفين هنا. ده كده الحساب، اول ما تسجل كده تخش على الحساب بتاعك، وتيجي من هنا كده تحدد البنك مثلا في ايه الباير. في باير و في بنك الباير وبنك تاني كده انا معرفوش قوي، بس مشترك بالباير. وزي ما انتم شايفين ارباح في الموقع اهي. هنخش على كلمة تصفح الاعلانات زي ما انتم شايفين، بيديك في اليوم حوالي من 60 اعلان لمية اعلان، وكل شوية لو فتحته هتلاقي فيه اعلانات كتير. هنا ممكن بتشوف الاعلانات ازاي، بتدوس على الاعلان كده بيجيب لك عداد تحت اهو. العداد ده بيخلص 20 ثانية، كل اعلان بيديك 20 ثانية، بيديك ربع 25، معرفش حوالي جزء من الروبل يعني. او زي ما بيقول لك ايه هنا، الكلمة دي معناها بيقول لك ان النجوم كم نجمة. النجمة هنا مفيش غير نجمة واحدة اهي، بتدوس مثلا ايه، بتدوس واحد اهو يحسب لك اهو كده ايه، ضاف لك الرصيد بتاع الاعلان. ومن هنا بيديك سؤال، بيديك سؤال بتدوس عليه، يقول لك السؤال الحل بتاعه بقى موجود في نفس السؤال، بتحلله السؤال بيحسب لك برضو ايه الاعلانات. ومن هنا مشاهدة الفيديو، بتدوس على الفيديو برضو بيجيب لك عداد ويقول لك النجوم بعد ما يخلص بيبقى من 15 ل 20 ثانية. ومن هنا لو دوست على العلامة اللي فوق ديت من هنا هيدخلك على المكافأة تحت هنا، كل يوم لك مكافأة، دوس هنا كده اهو. لازم تدوس على الإعلان ده كده الأول وتقفلها تاني، مش لازم بس انا خدت المكافأة بتاعتي. هيظهر لك هنا علامة ايه المكافأة، بتدوس عليها بيديك ايه المكافأة اليومية. وعلى فكرة الموقع ده مربح جدا وتكسب منه كتير، هو بيشتغل بالروبل. النهاردة هعمل لكم ايه عملية سحب من الموقع وهوريكم مصداقية الموقع. اخش على الحساب بتاعي، انا عندي 32 هنا روبل اهو، هندوس هنا اهو كده، هحدد بنك الباير واعمل سحب. تم بنجاح، شوف الكلمة ظهرت تحت دي، تم بنجاح. وبكده يبقى انتهيت من اول درس، وان شاء الله اجيب لكم موقع الصدقة والربح.
الربح افضل مواقع في الربح، ويا ريت تدعموني في القناة وتدوسوا لايك وتعملوا اشتراك، وربنا يعني يوفقنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.